مثلت وضعية الملعب الأولمبي والمسبح وقصر الرياضة بالمنزه محط زيارة أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد أمسية، واطلع على تقدم الدراسات لتهيئة وصيانة كل المرافق والتجهيزات. ولا بد زاد من اختصار الوقت، لا بد من إعادته أفضل من مكان المحافظة عليه بطبيعة الحال، وأفضل من مكان أنا بالنسبة للمدارج. المدارج دار الكراسي ما ثماش، يلزمها تتعاود بسرعة، نحن في سباق ضد الزمن. أجاله 900 يوم، يعني تقريبا 30 شهر. احنا مع المقاول مسترعين لانه نهار 10 نسلم كل شيء، يتم تسكر هذا الكل السيد الرئيس باش نحافظوا على المسلك الصحي. لابد ايضا من متابعه الاعمال، وثم كل مليم يمشي فيما رصد له، ما راه في نطاق الشفافيه الكامله. باش تشرف على وزاره الماليه بشكل مباشر. كما اطلع رئيس الجمهورية على وضعية المسبح البلدي بالبلفدار، حيث أذن بالشروع الفوري في تنفيذ الدراسات وإعادة المسبح إلى حالته السابقة بعد الخراب الذي طاله وتعطل نشاطه لعدة سنوات. باهي تتعاود كما كان. كما كان. كما كان. معناها بنفس الشكل اللي كانت عليه، على خاطر توا خلاوها تخرب باش يعاودوها بطريقة أخرى، ولكن تتعاود كما كان. كان معلم من معالم تونس. التشريع ما يلزمش تكبل، ثم الرقابة، وما يلزمش يمشي حتى مليم معناها إلا في المشروع اللي رصد له، معناها وأي مليم يتحاسب عليه أي مسؤول. وثم هذا يمشي خلاه آلة للسقوط، ترى فيها تاريخ كامل، تاريخ معناها هي ملعب شادي زويتن. وشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة التسريع في تهيئة هذه المنشآت الرياضية التي اعتبرها جزءا من الذاكرة الوطنية وشاهد على تاريخ تونس.